بالبداية نبارك لفريق حاطين الفوز. الفريق أدى اللي عليه من مباراة لمباراة عم نتحسن. ما في نعيد كلام كل أي كلمة بعد المباراة عم نحكي نفس الكلام. بالنسبة لنا يعني فريق عمره ما 15 يوم يعني. قبل الدوري بيومين طلعناهم على التمرين على أساس ما في مشاركة، لا في مرحلة استعداد، لا في مباريات ودية، لا في أي لاعب من برا منطقة الحسكة. عم نجي كل سفرة 16 ساعة، إلنا هلا 8 أيام خارج منطقة الحسكة. طبعا عم يأثر على اللعيبة، ما في التزام بالنسبة للمنامة للأكل، شلون ما بدك تضغطهم ما في التزام يعني. عم نعاني أمور كتير سيئة يعني، والفريق كله شباب يعني أكبر واحد فيهم عمره شيء 25 سنة 26 سنة. ونحرض أنا بالنسبة إلي كجهاز فني رضيان عن الفريق بنسبة كبيرة، وعم نتحسن من مباراة لمباراة. ويعني فترة الإعداد اللي أخذناها مو كافية لفريق يلعب درجة ممتازة قدام فرق مكلفة مليارات الليرات. أنا بعتذر على هالحكي إنه عم بحكي بهالموضوع، بس المادة هلا صايرة كل شيء بالحياة عنا يعني. أول شيء ضرب الجزاء ما بعرف يعني، أنا كنت قريب عليه ما بعرف يعني، ما كان ضرب الجزاء أبداً، بس بالنهاية قرار الحكم هو. الحمد لله قدمت مباراة حلوة، ما بعرف القادم أفضل إن شاء الله. اليوم المباراة طبعاً نحن عارفين فريق الجزيرة يعني من الفرق الصعبة، بغض النظر إني ما ربحان ولا مباراة، بس فريق صعب، عنده لاعبين صغار بيرقدوا كتير، لياقته البدنية جيدة، فريق ما عنده يخسر يعني ما عنده شيء يخسره. بالنهاية هو جاي يلعب كرة قدم، ما له ضغوط نفسية أبداً. اليوم بعتقد المباراة يعني النتيجة 2-0، بس بتوقع لازم نكون أكثر من هيك أداء للنتيجة وللفرص اللي عملناها اليوم. نحن بنقول لجمهورنا الله يعطيكم العافية، جيتوا اليوم، بتمنى دائما تكونوا معنا. نحن اليوم معنا 6 نقاط من أصل 5 مباريات، يعني محصلة جيدة قياسا للمباريات اللي عملناها القوية بداية الدوري. بالنهاية بنقول احنا ألف مبروك وهارد لك لفريق الجزيرة، وهي كرة القدم يعني الحمد لله رب العالمين. اليوم حققنا المراد وحققنا 3 نقاط اللي كانوا مهمين بالنسبة لنا. ألف مبروك لنا، 3 نقاط مهمة، هارد لك لفريق الجزيرة. نحن ما موضوع عم نلعب لا مع جزيرة ولا مع فريق كرامة ولا مجد ولا أي فريق، نحن عم نلعب مع فريق كل مباراة إلى 3 نقاط. هذه 3 نقاط مهمة كتير لنا وخصوصا على أرضنا. ببارك للفريق، للكادر، للإدارة. هاد تعب أسبوع. أنا بشوف الفوز بعيون اللاعبين من أول يوم بالأسبوع. لما بيكون وضع اللاعبين كويس بالتمرين نحن منقدم، بيكون مستوانا كويس. وهذا الشيء اليوم نحن اللي شفناه بالفريق.